اش عملنا في بوزيق؟ ليبيا عملوا عليه 20 مؤتمر. احنا ما قدرناش نجمع حتى مؤتمر. كان ينجم يعمل صافي سعيد؟ بيان سور كان ينجم. سعيد كان ينجم يعمل. كان ينجم يعمل. هو الى الان زياره للمغرب ما عملهاش. المغرب دوله استراتيجيه في المغرب العربي. ودوله استراتيجيه في افريقيا. واذا حبينا ندخلوا لافريقيا لازم ندخلوا احنا والمغاربه ومع المغاربه. لانه المغاربه فاتونا. واستثمروا الكثير واصبحوا موجودين في افريقيا كمنصه عاليه جدا جدا. واعي ما اقول واعرف بالارقام. فهمت؟ ليش احنا توا زياره المغرب ما عملناهاش؟ يعني ما نجموش نعملوا احنا؟ نجموا نعملوا. ليبيا هو المغرب نفسه انا عندي شكوك، هو المغرب نفسه ينتظر في راي تونس، لانه يعرف تونس هي اللي على حدود ليبيا مش المغرب. لكن احنا ممنوعين انه نمشوا للمغرب. أنا ممنوعين ولا نفعنا انفسنا؟ يا ودي ممنوعين. لازم تفهموا السياسه من غير ما نفسر ومن غير ما تدخلوني في مشاكل مع الدول الكثيره. ممنوعين من قبل من؟ ما نعرفش. فتش الجزائر؟ ما نعرف. ما يسالش صافي سعيد خلينا نحكيو خلينا نحلو. ثانيا الجزائر مشيناش لبرلين الثانيه ولا الاولى. جو قالوا لنا والله استدعونا مؤخرا ما نمشوش، يعني كانه غضبنا. قلت غضبت هو يا سيدي، وهذيك راهي كذبه، راهو ما استدعوهمش لا متاخر لا مبكر. انما هكا غطوا بها ارواح. هاو جاي المؤتمر الثاني حضروش. وين؟ يعني انا نمشي من جنازه لجنازه يا اخويا على راسي وعيني. وفي وقت الكورونا هما جاه ولا حد هذا نتاع الكويت، جاه الا نتاع قطر. يعني الله يرحمه، الكويت والله دوله عزيزه علينا، على الاقل فيها ديمقراطيه، وديمقراطيه قديمه وعريقه. ويمكن افضل الديمقراطيات العربيه هي في الكويت، حتى الامير يحاكموه. هذا هو. ولكن وين احنا؟ وين احنا؟ مشيناش لافريقيا، شفناش افاق اخرى، جلسناش مع مؤسسات ماليه اخرى، قدرناش، جبناش كفاءات جديده دراسات، عملناش مركز دراسات عريض وعميق وفيه ناس يفهموا وكذا وفيه ناس ومطلعين على العالم، ما في، جايبين واحد كان يخدم في جمرك. كي تكلموا راهو نمشوا راهو ندفعوا ثمن، انا ندفع في ثمن، لذلك انا معزول. وما حد يسال عليا. نحب نرجع بك الملف الليبي. ما يحدث في ليبيا اليوم والتقاطعات، تقاطع المصالح